انا ام وعندي ولادي في السن اللي هو حضرتك عارف طبعا المراهقه بقى ده حقيقي. والمراحل الجميله دي، دايما بقعد افكر بيني وبين نفسي واقول فين ونيس. انا الجيل اللي كبر على مسلسل ونيس، كان كل شويه جزء ورا جزء وبيتعادوا كل الاجزاء، وكنا مرتبطين جدا بالاشخاص وشخصيات المسلسل، وفي نفس الوقت انا بتعلم حاجه وانا بضحك وبهزر وبشوف حاجه اجتماعيه شبه بيوتنا. الجيل الجديد ما عندوش حاجه كده. بصي، ايام ما عملت ونيس سنه 94 الجزء الاول، وبعدين 95 الجزء الثاني، 96 97 98 خمس اجزاء ونيس، وقتها كنت اسمع او يتقال كتير فين دول، فين العيله دي. يعني لما طفل يقابلني كده في اعدادي يقول لي حضرتك العيله دي فين، انا مش شايفها لا في صحابي ولا في حواليا، يعني على ان العيله دي مثاليه. بينما كان الهدف من تقديم المسلسل ده، انا اتخذت قرار اكتشفت فيه وانا بربي ابني وبنتي ان انا والام بنطلب منهم ما يكذبوش، بس احنا بنكذب عليه. احنا رايحين مستشفى عشان نزور حد قريبنا يا ولاد، وناموا بدري وكده وسايبينهم، احنا رايحين على سينما بس بنيجي نتغدى تاني يوم على الترابيزه، لا بس الفيلم بتاع امبارح اللي شفناه في السينما. ف ايوه اكتشفت، وحتى المقوله الاولانيه في اول جزء طبعا، نحن نربي ابناءنا واحنا بنربي ولادنا بنربي نفسنا، بنكتشف ان احنا محتاجين نربي نفسينا طبعا، ودي العبقريه بتاعت العمل ده في رايي. وان على راي ولد برضو كان مدارس المعادي كلها الاعدادي لمت بعضيها وعايزيني ساعه الولاد يقابلوني في كوانيس بعد الجزء الثالث، فروحت قلت لهم ساعه واحده عشان التصوير، قعدت لغايه 3:30 انا مش عايز امشي. لما ولد لما بساله بقول له ايه اللي عجبك في المسلسل، بسمع كتير يقول لي انا عجبني هدى الزئري، ده عجبني عز الدين جهاد، لا ده وقف وقال لي يا انكل عشان انت ما طلعتش الاب والام ملايكه واولادهم شياطين. بالزبط. دايما بنتفرج ان لازم الولاد دول شياطين ولاد الادب ووحشين والاب والام ملايكه. انت طلعت ونيس وميسى بيغلطوا، وشوفي بقى بيقول اللي انا بقوله في البروفات وفي الاخراج، ان ايوه هما بيغلطوا قدام ولادهم، بس العبقريه انهم بيعترفوا بغلطهم، فالابن يحترم ده وما يعملوش ما يعملوش خلاص. انما لما تتحكي عليه خلاص بتربي عنده، يعني بيمشي المساله. فونيس النهارده لما حد بيطالبني ان انا اكمل ما بعد الجزء الثامن، هما 8 اجزاء، بستاء جدا، بقول ما ينفعش. يعني انا عملت ونيس سنه 94 لاني كنت ارى بعض الهنات في العيله المصريه في الاسره المصريه او العربيه، لان المسلسل انتشر لان هو نفس الظروف ونفس العادات والتقاليد والموروثات فبعض الهنات، انما النهارده مش هنات، ده انا عايز امسك شومه وانزل الشارع. يعني في اجيال احنا بنخسرها، انت لا تتصوري من يتابع جيدا ما لا تعرفيه عن ابنائك. انا بتفرج على فيديوهات مرعبه اللي هي بتعلم الاطفال في المدارس المثليه والالحاد وكيف يهدم الوطن، ويتقال بالانجلش انت ليس لك وطنا، انت الوطن. يا نهار اسود، ايه ده يا نهار اسود، شوفي احنا رايحين فين. وعايز يهدم الاسره لان عدوك مستخسر فيك رصاصه، تمن الرصاصه خسر فيك، لا يجيش جيوش ولا يطلع بطيارات ولا بتاع، هو اكتشف السلاح الارخص يصدروا لولادك واحفادك للاطفال والشباب، فيدمر لك امه.